صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تان، وبداية يوم جديد من صباح الورد. صباح الورد بيكون في كل المواضيع اللي بتخص الأسرة المصرية، بيكون في أحدث الأخبار على كل المستويات سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وكمان بنبدأ دايما حلقتنا بالموجز الإخباري. الموجز الإخباري النهاردة مع زميلي كريم حاتم. صباح الورد عليك يا كريم. صباح الورد عليك يا مها، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة تان، وأهلا بكم في موجز الأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تدخر جهدا في الاستمرار بالاطلاع بدورها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على نشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي ونبذ التطرف. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حيث بحث الجانبان التعاون المشترك بين مصر والاتحاد لمواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضري بين الأديان. من جانبه أكد ميشيل تعويل الجانب الأوروبي بشكل أساسي على دور مصر الذي يتسم بالاتزان والحكمة في مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة أعمال العنف والتعصب. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة كافة العاملين بمختلف مواقع العمل. تصريحات الرئيس جاءت خلال جولة تفقدية أجراها لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل ومعدلات الإنجاز. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية والحي الحكومي والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة. عقد وزراء الموارد المائية والري في مصر وإثيوبيا والسودان والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث اجتماعا للتباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي. وخلال الاجتماع أكدت مصر أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن المصالح المائية. أعلنت وزارة الصحة خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99555 حالة. وفي بيانه اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 181 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة. بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وخلال الاتصال شدد بن زايد على رفضه خطاب الكراهية الذي يسيء إلى العلاقة بين الشعوب ويخدم أصحاب الأفكار المتطرفة، معربا عن إدانته للاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا خلال الفترة الماضية. هذا وأكد الجانبان رفضهما أي ممارسات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. كشف استطلاع رأي حديث في تركيا عن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أدنى مستوياته أو مستوياتها على الإطلاق مقابل ارتفاع شعبية كتل معارضة أخرى. وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أوراسيا ريسيرش، فإن 32.5% فقط من الناخبين سيصوتون لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في حال أجرية الانتخابات الآن. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إغلاق بلاده في حال انتصر جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة غدا. وخلال كلمة أمام مؤيديه بولاية نورث كارولينا، قال ترامب إن خطته للتعافي خلال جائحة كورونا كانت تخلق أكبر قوة اقتصادية في العالم، محذرا من أن نهج المرشح الديمقراطي جو بايدن سيوقف عودة الأمة على حد تعبيره.
ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مصادر بقصر كنزينغتون أن الأمير ويليام أصيب بفيروس كورونا في شهر أبريل الماضي، وذلك في وقت مقارب لتاريخ إصابة والده الأمير تشارلز بنفس العدوى. وأشارت صحيفة ذا سان البريطانية إلى أن ويليام حفيد الملكة إليزابيث والثاني في الترتيب لولاية العرش أبقى إصابته سرا لأنه لم يرغب في إثارة قلق في البلاد، مضيفة أنه خضع للعلاج على أيدي أطباء القصر واتبع الإرشادات الحكومية بعزل نفسه في منزل العائلة. ختام الموجز، والآن أعود إلى الزميلة مها بهنسي. بشكرك زميلي كريم حاتم على الموجز الإخباري. ومشاهدينا، احنا طبعا زي ما حضراتكم دايما متعودين بيكون معنا فقرات حوارية. هسيبكم دلوقتي مع عرض لأهم فقراتنا الحوارية ليوم النهاردة ونرجع لكم مرة تانية. أهلا بحضراتكم من جديد، وهنبدأ مع بعض دلوقتي جولة سريعة في أهم الأخبار المتنوعة. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمان اطلع على الموقع التنفيذي للمشروعات وسير العمل فيها ومعدلات الإنجاز. تفقد كمان خلال جولته حي البنوك ومركز مصر الثقافي الإسلامي وعدد من القطاعات والأحياء السكنية والحي الحكومي اللي هيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة زي الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة. طبعا الناس كلها تقريبا بتتابع اللي بيحصل في العاصمة الإدارية وتطورات العمل، وده اللي ممكن كمان ان احنا نتابعه اكتر من خلال ضيفتنا اللي معانا على الهاتف، الكاتبة الصحفية الأستاذة بدور إبراهيم، رئيس تحرير مجلة أصول مصر. واهلا بيكي وصباح الورد. في البداية عايزين نعرف من حضرتك، يعني في إطار متابعتك لمشاريع العاصمة الإدارية، يعني متوقع الانتقال لها إمتى؟ إن شاء الله البدء في الانتقال للعاصمة الإدارية هيبدأ من أول السنة إن شاء الله، أو يمكن من آخر 12. ده طبعا شركة العاصمة كمان هم اللي أكدوا على الكلام دوت، إن الحكومة هتبدأ إن هي تنتقل بقى، تفرش بقى وتبدأ تجهز نفسها. الوزارات كلها هتبدأ من آخر 12، لكن الشغل بقى الفعلي اللي هيبقى كله جاهز والعمل يعني على قدم الوثاق وكل الموظفين هيبدأوا الشغل يبقى على يونيو إن شاء الله أو منتصف 21 إن شاء الله. هيبقى كل الحكومة هناك والوزارات وكل هتشتغل بقى شغل بقى تمام إن شاء الله. لكن بالنسبة برضو للأحياء السكنية، طبعا في الحي السكني اللي في R3 اللي هو تبع هيئة المجتمعات، ده طبعا تم طرح فيه وحدات والناس هتبدأ برضو ان هي بدأت، في ناس طبعا هو طبعا متسلم متشطب كامل، في ناس هتبدأ برضو تنتقل ليه لان يمكن معظم الناس اللي اشترت هناك طبعا موظفين في الحكومة او غيره، وهيبدأوا برضو ان هم ينتقلوا هناك لمنتصف برضو 2021. بالنسبة برضو في أحياء طبعا هيكون الحكومي كله جاهز وخلصان، يدوبك تشطيبات نهائية، يمكن هو نسبة 97% منتهي الحي الحكومي كله.
والبرلمان ومجلس الوزراء. واول حاجه يمكن هتبدا اللي هي هتبقى خلصانه ان شاء الله مجلس الوزراء في اول يناير، هيبقى خلاص التجهيزات بقى النهائيه للفرش وكده. في برضه البرلمان طبعا جاهز برضه وجاري الانتهاء من الاعمال بقى اللي هي الفينش بتاعه. اللي هنتكلم برضه لو هنتكلم على الاحياء برضه اللي فيها شغل طبعا هناك، في منطقه اللي هي اللي فيها الابراج الصينيه فيها الشغل طبعا على قدم الوساط ان شاء الله، بس طبعا ديت هتبدا اللي هي الانتهاء منها كمان سنه ان شاء الله. وده يعتبر انجاز كبير قوي قوي ان الابراج دي تتبني في التوقيت الصغير ده، ودي ابراج يعني عملاقه مش ابراج عاديه. ودي هيبقى فيها عدد كبير قوي اداري، يعني الشركات الكبيره كلها هتبدا ان هي تنجذب، وهتبقى ليها مقرات كبيره طبعا هناك في العاصمه في منطقه الداون تاون هناك. ده هيعمل تنميه سريعه جدا في العاصمه ما حصلتش في اي مدينه من المدن الكبرى اللي احنا عارفينها طبعا زي القاهره الجديده او زايد او اكتوبر. المدن دي لما جت بدات انشائها خدت وقت، لان طبعا ما كانش فيه البنيه التحتيه الكبيره والدفعه من الدوله ان هي تشتغل، بخلاف العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه خدت دفعه كبيره وخدت اهتمام كبير جدا في البنيه التحتيه بتاعتها، ده دفع ان التنميه في العاصمه سريعه. طبعا ما حدش كان يتوقع ان خلال 4 سنين نشوف اللي احنا شايفينه في العاصمه دوت، حاجه يعني فوق الخيال طبعا. يعني 4 سنين كانت طبعا او 5 سنين بالظبط كانت يا دوبك صحراء، لسه ما فيش اي حاجه خالص ولا اي ملامح. دلوقتي طبعا لا، في حياه فيها، في جامعات شغاله على فكره هناك. في على سيره الجامعات، واحنا بنتكلم على انه في مدينه للعلوم وبرلمان وحي حكومي واقتصادي وجامعات زي ما حضرتك ذكرتي، يعني ايه اللي لفت نظرك في التخطيط المستهدف؟ لا، التخطيط طبعا بيراعي كل حاجات، كل الجوانب طبعا. واحنا لو هنتكلم برضو اللي بنتكلم ونأكد عليه، او الناس القطاع الخاص ده طبعا بيبقى هو اللي بيدينا رد الفعل لكل حاجه بتتعمل هي حلوه ولا لا. كله بيتكلم طبعا على البنيه التحتيه، ما حدش شاف زيها ابدا قبل كده في مصر خالص، دي اول مره يشوفوا البنيه التحتيه دي. في التخطيط نفسه في الجامعات، لا الجامعات متخططه بطريقه طبعا متقدمه جدا جدا جدا. الطلبه هناك يعني الجامعات اللي اشتغلت هناك، وفي مدارس اشتغلت، في طلبه على فكره بتروح هناك، وفي باصات بتروح تودي وتجيب. يعني العاصمه شغاله، مش العاصمه لسه هتشتغل، العاصمه فعلا بالفعل هي شغاله وفيها رجل وفيها كل حاجه. فالطلبه نفسهم هناك يعني طبعا مرتاحين. في مناطق طبعا اللي هو يعني عاوز اقول لك في مناطق سكنيه طبعا للطلبه هناك، بس طبعا دي لسه ما اشتغلتش، لكن هتشتغل ان شاء الله للفتره اللي جايه. الناس نفسها اللي بيشتري دلوقتي في العاصمه يتاكد تماما ان هو بعد سنه الاسعار دي هتتضاعف على فكره. اكيد يعني طبعا اكيد متوقع جدا. يعني اي حد النهارده بيشتري متر في العاصمه لو اشتراه النهارده مثلا ب 10,000 جنيه المتر، لا المتر دوت خلال اخر 21 هيبقى 15,000. يعني الموظفين اللي شغالين في المؤسسات الحكوميه اللي هي مقراتها هتتنقل في العاصمه الاداريه الجديده، وهم مثلا مسكنهم في وسط البلد او في 6 اكتوبر او هيكون يعني هل كل يوم هيروحوا؟ ده طبعا في باصات هتبقى متوفره ليهم، ده بخلاف ان في سكن دلوقتي. حتى لو سمعت التأكيد مؤخرا عن مدينة حدائق العاصمة اللي هي جديدة برضو، دي تم إنشاء فيها بالفعل وحدات سكنية للموظفين دولت، واخدة تسهيلات واخدة تمويل كبير جدا. فأي موظف عاوز ياخد شقة بيقدم على الوحدات السكنية اللي هي في حدائق العاصمة ديت، ودي قريبة جدا العاصمة، بينها وبين العاصمة ما فيش يعني 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير قوي. ديت كلها طبعا اسعارها كويسه وتقسيطاتها والاقساط بتاعتها كويسه متوفره ليهم. ده بيتقدم طبعا، بيروح بيشوف طبعا دي تبع هيئه المجتمعات، بيقدم بيشوف الطرح امتى او النظام السداد، وبيقدم وبيحط اسمه ويبدا ان هو يحصل على وحده هناك. اللي مش هيقدر يعمل ده ومضطر ان هو في ايجار، هيبقى في ايجار. يعني في ناس بتشتري مثلا، هيبقى في الاستثمار في الايجار برضه، في ناس مشتريه هناك شقق وحاجات،
هتأجر يعني احنا عاوزين نرجع بقى لموضوع الإيجار أكتر من التمليك، يعني بلاش ثقافة التمليك دي اللي مجحفة جدا. يعني ليه ما نرجعش لثقافة الإيجار؟ ولكن برضو احنا بنطالب بحاجة، إن يعني العقد برضو عشان يدي الأمان للمؤجر، العقد مثلا يبقى 5 سنين علشان محدش، لكن العقد السنوي اللي بيتجدد سنويا ده بيدي عدم استقرار شوية، لكن لما يبقى 5 سنين لحد ما هو مثلا يشوف أموره هتبقى ماشية زي ده، هيبقى طبعا هينمي من مدينة كبيرة زي العاصمة الإدارية، وفعلا هي رايحة كل اللي رايحين هيأجروا، في ناس بدأت فعلا تأجر على فكرة يعني في مناطق متطرفة يعني قريبة للعاصمة، بدأ الناس تأجر فيها، منتظرين برضو العاصمة أول ما تشتغل كله هيجري علشان يأجر هناك وياخد حاجة جنب بيته تكون جنب شغله عشان يبقى يوفر له المواصلات، ومع ان المواصلات هتكون متوفره للمدن دلوقتي، حضرتك لو شايفه شارع التسعين المنطقه الجزيره اللي في النص ديت دي خلاص اتقفلت، لان المونوريل شغال فيها خلاص خلال سنه هتخلص المنطقه ديت، لان هو قدامه بالظبط المونوريل عشان يشتغل ويوصل العاصمه 2 سنين ان شاء الله، وخلال ال2 سنين دولت برضو طبقا لشركه العاصمه كانت مأكدين اللواء عبدين قال ان هو هيوفروا اتوبيسات هتودي الموظفين الى الميادين العامه، وهيبقى فيه وسائل نقل برضو مش هيسيبوهم يعني كده، ده غير ان كل شركه طبعا هيبقى ليها وسائل النقل الخاصه بيها. بشكرك شكرا جزيلا استاذه بدور ابراهيم رئيس تحرير مجله اصول مصر. ننتقل لخبر اخر والى مجلس النواب. مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومه للامتيازات الجديده للمعلمين وحزمه الاجراءات اللي هتحسن اوضاع المعلمين، زي مثلا انشاء صندوق الرعايه الاجتماعيه للمعلمين بالمهن التعليميه ومعاونيهم بالتربيه والتعليم والتعليم الفني والازهر الشريف. وتضمن كمان القانون حزمه من التعديلات الماليه ليها اثر ايجابي واصلاحات هيكليه الأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري. لمزيد من التفاصيل هنستقبل دلوقتي اتصال هاتفي من نقابة المعلمين من الأستاذ إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بك. يعني رأيكم إيه في القانون الجديد؟ والله هو احنا بيسعدنا أكثر من هذه التعديلات إن السيد رئيس الجمهورية شخصيا هو اللي إدى التعليمات للحكومة بالعمل على زيادة مرتبات المعلمين وسرعة استجابة الحكومة أيضا في مشروع القانون، كما تم بسرعة فعلا عرضه على مجلس النواب والموافقة عليه، وهو يعتبر في ظل ظروف الحالية الدولة والعالم كله في جائحة كورونا يعتبر موقف ممتاز ومتميز بالنسبة للمعلمين، حيث أنه الزيادة لمست أكثر من موضوع أو أكثر من جانب، سواء 50% لزيادة حافز أداء المعلم و 50% زيادة في بدل المعلم. يعني إيه أهم الامتيازات اللي تضمنتها اللي تضمنها هذا القانون؟ هي هذه الامتيازات ماديا في حدود من 400 ل 600 جنيه المعلم، من أول معلم مساعد حتى كبير معلمين. ودي في عندنا القانون 155 سنة 2007 بيدي المعلم كل المميزات والحوافز بنسب مئوية، فعندنا الحافز اسمه بدل معلم زاد 50% من الحافز اللي بياخده المعلم حاليا ايا كان قيمته، وكذلك حافز الاداء برضو زاد 50%. كمان مكافة الامتحانات، احنا بناخد مكافة امتحانات 200 يوم فزادت 25%، معناها ان احنا زدنا 50 يوم بدل مهم حافز الاداء، لانه يعني هيبقى فعلا البقاء للاكفأ، يعني مش هيبقى الموضوع بالتاكيد، وهو المفروض يكون كده يعني طبعا. هو اسمه حافز اداء بمعنى ان كل ما المعلم بيؤدي عمله بكفاءه بياخد الحافز. صحيح، وده المطلوب طبعا طبعا. مكافاه الامتحانات فيه ميزه جديده الدوله عملتها برضو، يمكن ما فيش تركيز عليها، انها هتدي نص مكافاه الامتحانات دخل شهري للمعلم، يعني ترفع دخله الشهري برضه، وال 50% بياخدهم عقب امتحانات النجم. بالاضافه لصندوق الرعايه الماليه والاجتماعيه اللي الدوله هتدعمه مبدئيا بنص مليار جنيه، ومش كده وبس، الحقيقه مشروع القانون فيه تفاصيل كثيره، يعني مثلا بيأمن دخل ثابت لصندوق الرعايه حتى لا توقف، يعني نص مليار ممكن مهما كان هيخلصهم
ما يقفش الصندوق، لا في مصادر دخل عملتها الدولة سواء من مشروعات الوزارة وكل اللي بيحصل عليه المعلم، في نسبة هتدخل لهذا الصندوق عشان يستمر في العمل بتاعه، ويبقى في خبير اكتواري هو اللي هيضع القواعد ومجلس الإدارة بحيث الرعاية الأدبية والمادية والصحية للمعلمين تستمر على طول. فهي حفنة من الزيادات للمعلمين احنا بنسعد بيها، وكنقابة معلمين بنوجه الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية وللحكومة أيضا، وفي نفس الوقت بنطالب زملائنا وأبنائنا المعلمين أن يكون لذلك أثر طيب في نفوسهم مما ينعكس على عملهم وأدائهم، ويكونوا معول بناء قوي في عملية تطوير التعليم إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين. هننتقل لخبر آخر يهمنا كلنا في الحقيقة، بس هنشوف دلوقتي مع بعض النهاردة في مصر ونرجع نكمل كلامنا. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مهم جدا ان احنا في الايام دي في حالة عدم استقرار الجو ان احنا نتابع كده كل يوم تطورات حالة الارصاد الجوية، واحنا طبعا مقبلين على طقس سيء تقريبا وعدم الاستقرار، ودي طبيعة يعني حالة الخريف، وطبعا عدم الاستقرار ده في الاحوال الجوية على جنوب سيناء، خصوصا بالخصوص على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ومناطق من جنوب الصعيد. متوقع خلال الفترة عدم الاستقرار ان احنا كمان نشوف أمطار متوسطة وغزيرة، وأحيانا ممكن توصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر. لمزيد بقى من التفاصيل والتوضيح معنا على الهاتف دكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. عايزين نطمن مشاهدينا على حالة الطقس المرتقبة. طبعا كان في امبارح حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ودي كانت ظروفها امبارح
النهارده ان شاء الله ما زالت فرص سقوط الامطار على الاماكن اللي سقطت امبارح، سواء كانت محافظه البحر الاحمر او جنوب سيناء ومناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه ومناطق من شمال الدلتا، ولكنها طبعا اقل غزاره واقل كثافه من امبارح، مش هتصل لحد السيول زي ما شفنا امبارح في جنوب سيناء او في محافظه البحر الاحمر. فان شاء الله الاجواء النهارده اكثر يعني تتمتع باستقرار شويه، باذن الله تبدا تتحسن الاجواء بدايه من بكره سواء على جنوب سيناء او على سلاسل جبال البحر الاحمر، مع استمرار فرص سقوط الامطار على سواحلنا الشماليه سواء السلوم، مطروح، اسكندريه، بورسعيد، هذه الاماكن حتى محافظات شمال الدلتا، كفر الشيخ، البحيره، هذه الاماكن معرضه لسقوط امطار ولكنها امطار من خفيفه الى متوسطه وغير مؤثره على كافه الانشطه اليوميه. يعني ايه النصائح اللي حضرتك توجهها للمواطنين ياخدوا بالهم سواء بقى وهم على الطرقات او يعني بشكل عام في المنازل؟ طبعا احنا الطقس حاليا هذه الفتره درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه ليها بالنسبه لهذا التوقيت من العام، بنشهد طقس معتدل خلال ساعات النهار على شمال البلاد وبيميل للحراره على جنوب البلاد حتى جنوب الصعيد، ولكن فترات الليل خاصه الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح تنخفض درجة الحرارة ما تتراوح ما بين 18 و19 درجة مئوية، فطبعا ينصح بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه للمتواجدين خارج المنازل في هذه التوقيتات، خاصة طبعا أبنائنا الأطفال في الصباح الباكر وهم رايحين للمدرسة. أيضا قيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة في المدن اللي ذكرنا فيها فرص لسقوط أمطار، لأن طبعا القيادة على الطرق اللي فيها سقوط أمطار بيخلينا ما نتحكمش كويس في عجلة القيادة. ايضا عبور المشاة يفضل بعبور المشاة خلال هذه الفترة من الطرق المخصصة لذلك والاماكن المخصصة لذلك، اللي طبعا سقوط الامطار في الاماكن اللي عشان طبعا لعدم حدوث اي حوادث. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الارصاد. مشاهدينا نسيبكم دلوقتي مع خدمات صباح الورد ونرجع لكم مرة تانية ونبدا فقراتنا الحوارية، تابعونا. أهلا بحضراتكم من جديد. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو موضوع صناعة النجم. احنا بنشوف نجوم في مجالات كتير قوي في مصر وبنكتشف انه هم اشتغلوا يعني وصلوا بالمجهود الذاتي مع شوية حظ مع اجتهاد قدروا يوصلوا، لكن في الطريق بنلاقي ناس كتير جدا حقيقي حرفيا اتظلمت، بتكون قد ايه محترفة في شغلها، بتكون قد ايه شاطرة في شغلها، بتكون قد ايه مجتهدة في شغلها، لكن ما بتحققش النجومية اللي احنا بنتكلم عنها. علشان كده النجومية في الحقيقة مش المفروض ان هي حاجة بتيجي بالصدفة، المفروض ان هي صناعة وليها فن وليها أسس. فعلشان كده احنا هنتكلم عن صناعة نجوم كرة القدم، نجوم المستقبل في لعبة كرة القدم. يمكن في ناس كتير بتربي ولادها تدخلهم نوادي وتستثمر فيهم لان دايما حاطين قدام عينيهم مو صلاح، انه ابنهم نفسهم يبقى مو صلاح في يوم من الايام، لكن بتاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لانه احنا لسه يعني في اطار تاسيس مؤسسات مبنيه على شكل علمي وباسس علميه لصناعه النجم حرفيا، لانه بنشوف ناس كتير برضو دخلوا مجال كره القدم محترفين جدا شاطرين جدا، لكن لا بيحققوا شهره ولا بيحققوا يعني مال. علشان كده
ده مهم جدا نعرف ده من خلال ضيفنا كابتن احمد صلاح وهو مدرب لحراس مرمى ناشئي الزمالك. اهلا بيك صباح الورد، وطبعا مبروك لفوز نادي الزمالك. طبعا ان شاء الله الرجاء ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. واحنا بنتكلم طبعا، خلينا قبل ما نتكلم عن صناعه النجم بقى، يعني عايز اعرف راي حضرتك في مباراه الاهلي والوداد والزمالك والرجاء، واحنا طبعا بنتكلم دلوقتي على تمثيل مصر في الدوره دي. توقعاتك ايه للوصول بقى في مباراه العوده او ماتشات العوده؟ عايز اقول لحضرتك طبعا ببارك طبعا للنادي الاهلي ونادي الزمالك طبعا على الوصول يعني للمباراه النهائيه. نادي الزمالك لسه ما حسمهاش برده ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله هيلعب نادي الرجاء هنا ان شاء الله ويحسم الوصول. النادي الاهلي قدر ان هو يفوز على نادي الوداد هناك 2-0 وقدر يفوز على نادي الوداد هنا 3-1. نادي الزمالك فاز على نادي الرجاء 1-0 وان شاء الله يوم الاربعاء. الماتش عمال يتاجل بقى له اسبوعين، عمال يتاجل عشان موضوع كورونا مع فريق الرجاء. فان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله يحسم ويبقى النهائي مصر ان شاء الله. ودي اول مره في التاريخ مصر ان يبقى نهائي زمالك واهلي في بطوله افريقيا. طب هايل ان شاء الله، يعني كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. طبعا اكيد طبعا حضرتك تحيز شويه بقى، حته تحيز كده في حضرتك من اكبر الزملكاويه اللي موجوده في مصر. شرف لينا طبعا. بصراحه يشرفني طبعا. طيب خلينا في الاول بقى نتكلم عن يعني قوائم، موضوع قوائم البراعم والناشئين اللي يعني تقلص لاقل عدد. وطبعا احنا عارفين ان كره القدم دي يعني كره مش بس شعبيه، هي كونيه في الحقيقه، يعني في كل بلاد العالم هي الكره هي الرياضه الاولى، هي الرياضه الشعبيه، متعودين في الحواري من يعني من واحنا صغيرين بنشوف الكره الشراب بيتلعب بيها واللي كان ليها فضل على لعيبه كتير جدا في المستقبل. يعني تفتكر موضوع تحديد عدد المواهب في القائمه ده هيقضي بقى على امال يعني وطموح مواهب موجوده في مصر؟ انا عايز اقول لحضرتك القوائم اللي كانت المفروض 30 ودلوقتي تقلصت، في قوائم 25 وفي قوائم كمان 20. قوائم البراعم كانت بتوصل مثلا، القوائم بتبقى البراعم مفتوحه يعني ممكن اي نادي يقيد مثلا 100 لاعب 200 لاعب. دلوقتي القوائم دلوقتي تقلصت بقت 40 في البراعم لمواليد 2010 و2009 و2011. في 2007 و8 بقوا 35. برضو كانت القوائم البراعم كلها كانت مفتوحه، دلوقتي يعني حصل تقليص ليها بجانب القوائم الناشئين. ايه الاسباب يعني ليه تم هذا التقليص؟ ايه الهدف منه كمان؟ انا عايز اقول لحضرتك ان هو التقليص ده عشان مثلا الانديه الكبيره مثلا زمالك اهلي اسماعيلي انبي المقاولين، المدرب ينزل معاه مثلا ممكن معاه 70 80 لاعب وساعات بيوصل ل 100 لاعب. عندنا في نادي الزمالك ساعات ما يوصل عندنا ممكن 100 لاعب دلوقتي موجودين عندنا في الفرقه. فهم دكتور محمود سعد حب يقلل العبء شويه على المدربين، فيعني قلص القوائم لل 40 و 35 وكده. انا شايف الموضوع ده يعني الى حد ما يعني هو كويس للمدرب، بس في نفس الوقت هيقضي على معظم البراعم والناشئين عندنا. يعني شايف هيترتب عليه ايه؟ ما هو برضو مهم ان المدرب يكون مركز. يعني احنا دايما لما بنيجي نتكلم برضو بنقول ايه، مصريين دايما يقول لك العدد في الليمون، فاحنا مش طبعا بنتكلم على الكم ولكن دايما بنتكلم على الكيف. فده هيترتب عليه ايه؟ يعني هذا التقليص اللي حصل من وجهه نظرك هيترتب عليه ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان هو ميزه للي موجودين في الموجودين في القائمه، ميزه وطبعا عيب للناس اللي هي مشيت. طبعا دي حاجه طبعا يعني الى حد ما بتدعي عليهم، فشايف ان هي للموجودين في القائمه وبالنسبه للمدرب هي حاجه كويسه جدا. لكن بالنسبه للاعب اللي هو مثلا ممكن مستواه مثلا ما كانش قد كده، ممكن مستواه مثلا يعني في الموسم ده ما كانش متحسن، فشايف ان هو يعني لا هي يعني ممكن تفيد المدرب والموجود في القائمه وهتضر اللي خارج القائمه. بعد ما شفنا طبعا الاسطوره مو صلاح يعني صانع السعاده في مصر والوطن العربي والعالم كله كمان للنادي بتاعه ليفربول، وفي الحقيقه هو يعني نموذج مثالي للشخصيه اللي اشتغلت على نفسها وكافحت ولا في اي واسطه في الموضوع أكيد. وكان في حظ كبير في الموضوع اكيد طبعا، بس هو طبعا اشتغل على نفسه ولا زال بيشتغل على نفسه طول الوقت. يعني احنا دلوقتي اكيد كل يعني كل الاسر اللي بتحب الكوره ولادها بيحلموا يبقوا مو صلاح. احنا عايزين بقى يعني مو صلاح ما يظهرش بالصدفه، عايزين مو صلاح يظهر بشكل مؤسسي، يظهر بشكل مقصود وهو صناعه النجم. فايه اللي ناقص اولادنا وايه اللي المفروض يتعمل مع ابنائنا الصغار عشان يبقوا نماذج اخرى لمو صلاح؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني كل الامهات والابهات بيقعدوا مع ابنائهم يقولوا لهم احنا انت عايز يطلعك لعيب كوره، لا انت لازم تعرف ابنك هو عايز ايه، حابب ايه،
ايه الموهبه اللي هو يقدر ينمي فيها؟ يعني دلوقتي كله بيشوف محمد صلاح عايز يطلع لاعب كوره، لا طب ما هو ممكن في لاعب هاند بول، في لاعب باسكت، في لاعب فولي. ممكن تبقى مو صلاح في حاجه انت بتحبها طبعا، يعني أكيد يعني طبعا. خلينا نقول ان مو صلاح مش مجرد يعني هو قصه نجاحه دي ناخد القيمه اللي هي قيمه أكيد. النجاح في حد ذاتها ممكن ينجح مش في المجال بالظبط، ممكن ينجح لعبه ثانيه في الهاند بول. كابتن احمد الاحمر برده من اللعيبه الهائله جدا واحترف بره ولعبنا للزمالك وحصل على بطولات كتير جدا وكان برده لعيب كره قدم وتحول لهاند بول. فمش لازم ان احنا نركز مع كره القدم، لا في لعبات كتيره جدا لازم اشوف ابني موهوب في ايه. ما ينفعش ان انا دلوقتي اجبره على كره القدم وهو ممكن يبقى فيها ضعيف، وفي الحاله دي بقى بدور على واسطه، بدور على ادفع فلوس، بدور على الحاجات دي كلها. فلازم اول حاجه اقعد مع ابني واشوف هو حابب ايه عشان يقدر يكمل فيها وينمي فيها. مش لازم كره القدم بس، في لعبات تانية كتيره جدا. يعني انا شايف ان احنا بنركز بس على كره القدم ودي برده حاجه خاطئه. محمد يعني صلاح يمكن احنا مش بس بنركز على كره القدم، الناس برده فاهمه الموضوع غلط. هي بتبص على قيمه الشهره والبريق وما بتشوفش اللي ادى لده او الشخص طبعا. ده عدى بايه في حياته عشان يوصل لهذه المرحله، وبيتصور ان السر في المجال نفسه. طب ما هو المجال فيه ناس كتير قوي بتدخل فيه بتبقى بعد كده ممكن لما موهوب جدا ما ينجحش. انا عايز اقول لحضرتك محمد صلاح في الموهبه مش هو اعلى موهبه موجوده في مصر، لا ده في لعيبه كتير موهوب بيكون كتير. ايه السر بقى في القصه دي؟ عايز اقول لحضرتك ان هو جايه بقى من التاسيس هنا. محمد صلاح متاسس في النادي عنده في طنطا اسمه نادي عصمصون، اللي هو يعتبر نادي تابع للمقاولين العرب. النادي ده متاسس فيه، المدربين اللي موجودين فيه كانوا مدربين اكفاء جدا، يعرفوا ياسسوه، عرفوا ان هم ينموا موهبته. يمكن موهبه محمد صلاح في موجوده في مصر في الزمالك وفي الاهلي في احسن منه. يعني حضرتك بتقول انه في صناعه نجوم كره القدم الموهبه وحدها لا تكفي. لا تكفي. لازم اهم حاجه طبعا الاجتهاد. لازم اول حاجه يعتبر في كره القدم الاجتهاد، مش لازم ان هي الموهبه بس. من غير الموهبه في لعيبه، في امثله موجوده عندنا كتيره جدا في نادي الزمالك وفي نادي الاهلي، لعيبه موهوبين جدا بنسبه كبيره جدا. محمد صلاح عايز اقول لحضرتك ان هو 50% موهوب، يعني ما حدش يعرفه كتير. محمد صلاح 50% موهوب، 50% التانيين الاراده والاجتهاد هم دول اللي وصلوا له هو عايزه. يعني هو قدامه هدف. الاجتهاد بيوازي الانضباط والالتزام. اكيد طبعا. مش الموهبه لوحديها، الموهبه لوحديها ممكن تبقى موجوده، لكن لو انا مش ملتزم مش مجتهد يعني الحاجات دي كلها بتاثر عليا. لازم اهم حاجه ارسم الهدف قدامي. محمد صلاح رسم الهدف قدامه من هو بيلعب في نادي عصمصون ان هو عايز يوصل لابعد حدود، وفعلا وصل لابعد حدود. اللي ساعده في كده ان المدربين كانوا موجودين معاه بصراحه، مدربين عرفوا ياسسوا صح، عرفوا يبتدوا معاه من يعني من اول حاجه من التاسيس. ودي اهم حاجه يا استاذ زمان، التاسيس هو رقم واحد. هنأسس صح هنطلع محمد صلاح واحسن محمد صلاح كمان. عايز اقول لحضرتك التأسيس هو رقم واحد، بس ده برضو بيخلي الناس تتساءل تقول لك طب ما هو احنا شفنا يعني او في الكار نفسه بقى بتاع كره القدم طب. انت بتبقى عارف انه في لعيبه شاطره جدا ومحترفه جدا ومجتهده جدا، لكن ما وصلتش لا لبريق شهره ولا لتحقيق ثروه. ده بيكون يعني المشكله فين بقى؟ او انا عايز اقول لحضرتك هو طبعا النصيب ده اول حاجه طبعا. وعايز اقول لحضرتك برضو يعني اولى الامور برضو الى يعني بيتجهوا للاكاديميات، والاكاديميات دي ساعات بتبقى الاكاديميات بيورده في موضوع اللي هو ايه ممكن يجي يضرب الولد. اهم حاجه عنده العائد المادي، اللي هو ماسك الاكاديميه اهم حاجه عنده العائد المادي اللي هو بقى على الكفاءه بيغلب عنصر التجاري. اكيد طبعا. فبرضو دي من الحاجات برضو اللي ايه اللي برضو الحاجات يعني في مصر حاجات من الحاجات الخاطئه بصراحه، يعني لموضوع الاكاديميات. فشايف ان اي حد عايز يوصل للهدف بتاعه الموضوع مش صعب، الموضوع عايز اجتهاد وعايز ان الصبر. اهم حاجه الصبر. ايه يعني الناس اللي هي لسه بقى في البدايه واطفالهم موجودين وعايزين يدخلوهم يتعلموا كره قدم، حضرتك بتقول بلاش الاكاديميات؟ مش كل الاكاديميات بعض الاكاديميات. يعني يتحروا الدقه ازاي ان دي اكاديميه مش تجاريه بحته، وان دي اكاديميه فعلا محترفه عامله توازن يعني ما بين التجاري والمهني؟ انا عايز اقول لحضرتك اكاديميه الانديه الكبيره سواء زمالك، اهلي، انبي، اسماعيلي، الانديه الدوري دي الاكاديميات اللي هي لحد ما موضوع فيها النصب والحاجات دي كلها ما بتبقاش موجوده. فانا بنصح الناس اللي هم لا بلاش الاكاديميات الخاصه اللي هي ممكن يعني مثلا الاسماء اللي هم ماسكينها مش معروفين، او مثلا مش مجتهدين او كده، اللي هم بيدوروا على موضوع العائد المادي. اهم حاجه ابني انه يروح الاكاديميه ازاي يتعلم صح ويتاسس صح، دي اهم حاجه موجوده على ولي الامر. هيعرف ازاي ولي الامر الكلام ده كله؟ بيدخل ابنه، لازم يتابع معاه اول حاجه، بيروح معاه التدريبات، بيتابع معاه مع المدرب، لازم يبقى يعني على طول في ظهره، لازم على طول يعرف السلبيات بتاعت الولد ايه، ايجابياته ايه، والحاجات دي كلها. ويراقب المدرب لانه ممكن يكون الطفل لسه مش هيقدر يميز الحته دي. انا عايز اقول لحضرتك ان في اولاد امور دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله في ناس كتيره جدا بيبقوا عارفين ان المدرب ده كويس او المدرب ده بيدرب ابنهم غلط او الكلام ده كله. فبرضه انا شايف ان يعني ولي الامر يقدر برضه يسيطر على دي، بحيث ان هو لقى ابنه يتعلم غلط لا ممكن يوديه مكان تاني، ممكن يعني يدور على مكان افضل يعني من اللي هو موجود فيه. ايه السن المناسب بقى لالحاق يعني الناشئين او البراعم
تمام. عايز اقول لحضرتك يعني في 5 سنين طبعا بيبقى صغير جدا، ممكن من سن 6 سنين دي برضو ممكن يبتدي الطفل ان هو يعني ايه زي ما بيقولوا لحضرتك بيبقى حاجه ترفيه، يعني حاجه ترفيه اللي هو بيروح مثلا الاكاديميه او مثلا النادي بيلعب، بتبقى حاجه ترفيهيه اللي هو مثلا ممكن يمشي بالكوره ممكن يلعب بكرة بتسيبه يعني يبقى فري جدا، بتاخده على الخفيف يا عيني مش عارف ايه اللي مستنيه لسه في معسكرات ولسه هيدخل على التقيل وتدريبات بالساعات اكيد طبعا. فمن سن ممكن 8 سنين بقى ابتدي بقى اعلمه، يعني السنتين اللي هم من 6 ل 8 دول بسيبه فري خالص، بسيبه ان هو بجيبه الاكاديميه بحاول ان انا ايه اخليه يلعب واحاول ان انا اوجهه. من سن 8 سنين بقى ببتدي اعلم بقى، ببتدي اعلمه بقى الباص، بعلمه الشوط، بعلمه التحركات، بعلمه الحاجات دي كلها. والحاجات دي كلها عايز اقول لحضرتك ان هي اصعب من تدريب الناشئين والدرجه الاولى، يعني ممكن مدرب الدرجه الاولى بيبقى عنده لعيب جاهز، لكن مدرب البراعم اللي هو لسه السن الصغير اللي هو سن 8 سنين ده بيتعب جدا. عايز اقول لحضرتك بيتعب جدا يعني في التاسيس ان هو اصعب حاجه. يعني حضرتك ذكرت انه على الاقل حد سن 6 سنوات ما يعني خلي الطفل موجود الفتره يعني. دي بقى احنا دايما بنقول ايه التحضير للشغل اهم من الشغل نفسه. اكيد طبعا. دور الاسره بقى في المرحله دي اللي هي اول 6 سنوات من حياه الطفل في تحضير ابنهم علشان يبقى مؤهل ان هو يدخل الاختبارات. طبعا. وعايزين نعرف كمان الاختبارات بتبقى عباره عن ايه، يعني لو لسه في طفل جاي لك ما عندوش اي خلفيه عن الكوره ايه الاختبارات كبراعم بتعملها لهم عشان تقرر ده ينفع يتمرن او يعني يشوف رياضه ثانيه افضل. انا عايز اقول لحضرتك الطفل لما بيجي في السن الصغير ده بحاول اهله فعلا ان هو بعد كده يخش الاختبارات ويكمل معايا بعد كده. بالنسبه للاختبارات عندنا في الانديه طب خلينا قبل الاختبارات دور الاسره، يعني انت لو دور الاسره ده هو دور كبير. دور الاسره بقى في اول 6 سنوات هل مطلوب منهم يعملوا حاجه معينه قبل ما يقدموا لابنهم في لا اهم حاجه يبقوا يعني لازم برضو مع الطفل شايفين هو حابب اللعبه ولا مش حابب اللعبه، لان برضو دي مشكله كبيره جدا. يعني ممكن مثلا لاعب كره سابق بيجيب ابنه ويروح عايز يلعبه كره، لا عافيه زي الدكتور اللي عايز يورث ابنه المهنه فيجبره على الطب وهو ممكن يكون مش عايز يدرس طب. انا عايز اقول لحضرتك في اطفال كتير جدا ساعات بييجوا النادي وبتاع مش حابين هم يعني مش عايزين يلعبوا. يعني انت بتشوف ده فعلا؟ بشوف فعلا الموضوع ده، يعني برده ده راجع برده من ولي الامر ودي حاجه من الحاجات الخاطئه طبعا. لا هو لازم يشوفه هو يعني حابب ايه ويحاول يوجهه ويحاول ان هو ايه يعني مش عايز اقول لحضرتك ان هو يعلمه عشان ما يزهقش من موضوع كوره في السن الصغير ده. يعني في ناس ممكن برده ولي امر يقعد يقول له اتفرج على اللعيب شوف بيتحرك ازاي الكلام ده كله، طبعا طفل زي ده مش يعني مش هيستوعب كل الكلام ده كله. بالعكس لا لازم ان هو يعني يعرف ان هو حابب ولازم ان هو يقعد يتفرج على الماتشات يحببه في الكوره يحببه في النجوم في الحاجات دي كلها وما يجبروش على اي حاجه. دي اهم حاجه. بالنسبه للمدرب هو في السن ده بقى المدرب هو هنا بقى اللي بيخلي الولد بقى يحب كره القدم، بيحاول ان هو بيديله بعض الحاجات الاساسيه بحيث ان هو ما يكرهوش في اللعبه يزعق له الحاجات دي كلها. فدي برضو بترجع للمدرب اكتر من ولي الامر. ولي الامر خلاص ما دام هو عارف ان ابنه حابب اللعبه الموضوع خلاص بيتجه هنا للمدرب بقى، المدرب هنا اللي بيبتدي بقى يوجه اللاعب برضو بيبتدي يوجه ولي الامر يعمل ايه بالظبط. بس موضوع الاختبارات عايز اقول لحضرتك برضو يا زملاء الاختبارات في مصر انا عايز اقول لحضرتك فيها ظلم كبير جدا. خلينا نتكلم بصراحه. الاختبار في مصر دلوقتي بيجي اللاعب بيعمل بنعمل حاجه اسمها تقسيمات، بنقسم فريقين للاعيبه اللي موجود اللي جايين الاختبارات، وممكن فعلا ممكن المدرب ما ياخدش باله من لاعب كويس جدا ويعدي في الاختبارات ويمشيه وهو ما خدش باله ان هو لعيب كويس. ده غلطه بقى موجود. ايه بقى ما هي دي غلطه المدرب، دي غلطه المدرب، ده عين المدرب هي طبعا اللي هنا بتبقى فيها خطا كبير جدا. لا لازم المدرب يدي الولد اكتر من فرصه، لان الولد عايز اقول لحضرتك في اول يوم اختبارات بيبقى جاي عنده رهبه جاي خايف مش بيعرف يطلع امكانياته. صحيح. فلازم المدرب موضوع الاختبارات ده لا بلاش اختبار من اول يوم، لا انا ممكن اعمل اختبار على 3 مرات عشان اقدر احكم على الولد الموجود. لكن احنا في مصر للاسف من اول يوم لا ده الولد ده لا يصلح بنمشيه على طول. يعني دي حاجه يعني معممه في كل دي حاجه معممه في كل الانديه. انا عايز اقول لحضرتك الاختبارات زمان كان ممكن بيجيب الولد بيشوف مهاراته بقى بيشوف التنطيط بينطط الكوره بيشوف ان هو بيلعب بالهيدرز، يعني زمان كان افضل كان في تفاهم اكتر للمواهب دلوقتي عشان يعني العدد كبير قوي دلوقتي وفي زحمه على الاختبارات كتير جدا. فالمدرب بيروح عامل تقسيمه من فرقتين وممكن لو لعيب بس لمحه كويس جدا ياخده. هو ده من اسباب انه القايمه بتاعت دي برضو سبب من اسباب اللي هو برضو موضوع تقليص القوائم. بس انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ممكن نعمل حاجه كويسه جدا، ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها الف وب وجيم ودال، بحيث ان احنا دلوقتي مثلا القايمه فيها مثلا 30 لاعب او 25 لاعب ممكن نعمل حاجه اسمها ب برضو مثلا ان يخشها برضو النادي يلعب مثلا باللاعب اللي هم الاقل من الالف ومثلا الجيم اللي هم الاقل من ب وهكذا، بحيث ان احنا ندي فرصه لناس كتير قوي ان هم يكملوا. انا عايز اقول لحضرتك محمد صلاح من الناس اللي هو كان معروض على نادي الزمالك
زي ما حضرتك عارفه وبرضه يعني مجلس من حسن من حسن حظه ان الزمالك ما قبلوش. انا عايز اقول لحضرتك لو موجود في الزمالك كان ممكن يعني ما يعني ما يكملش المسيره بتاعته دي يحترف بره يعني بصراحه. دي برضه راجعه مش راجعه من موضوع النادي الزمالك، لا هو راجعه ان احنا ان الاهتمام بال يعني باللاعب موجود في مصر. لا انا عايز اقول لحضرتك احنا بنجيب لعيب جاهز بنشتريه بنتعاقد مع لعيب جاهز، ما بنبصش على مثلا الناشئ اللي موجود عندي في النادي او البرعم ده هقدر استفاد منه ولا لا. انا بدفع فلوس وبدفع ملايين في لعيبه، اللي هو انت مش عايز تتعب جاهز. نفسك وتصنع نجم وتستثمر في نجم وتطول بالك، لانه هو موضوع عايز صبر برضه، عايز صبر وعايز وعايز صبر وقت. صحيح. بس الانديه الكبيره بتقول لا انا عايز لعيب جاهز، عايز اجيب لعيب جاهز طب ما هو الجاهز ده في يوم من الايام ما كانش جاهز برضه. انا عايز اقول لحضرتك وكان يعني لسه بيبدا وكان مستني حد يعلمه. انا عايز اقول لحضرتك ان النادي الزمالك والنادي الاهلي اللعيبه بتاعتهم اللي هم كانوا في الناشئين راحوا لعبوا بره واشتروهم بعد كده. يعني مصطفى محمد كان في النادي من الناشئين نادي الزمالك، نادي الزمالك وداه اعاره لطنطا بعد كده رجعه بعد كده وداه طلع الجيش. دلوقتي مصطفى محمد من يعني مصر يمكن. يعني انا استنتجت من كلامك انه هل الطريقه المثلى انه الاكاديميات اللي هي تبع النوادي يعني القوميه زي مثلا الزمالك زي او الوطنيه زي الزمالك زي الاهلي نتعامل معاها على ان هي مرحله اعداد؟ يعني انا برد طبعا على النقطه اللي قلتها دلوقتي انه الناشئين خلاص بياخدوا الحرفه ويتعلموا السكيلز او المهارات ويبتدوا يروحوا لنوادي تانية ويعاد يعني صياغتهم مره اخرى او انتاجهم مره اخرى. طبعا. كلعيبه محترفين بقى بتتباع بمبالغ. هل نبتدي نشوفها كمدرسه ما نقعدش فيها كتير؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك الاكاديميات في مصر للاسف احنا يعني بنتعامل معاها غلط. غير بره مصر، بره مصر الاكاديميه دي يعتبر الاكاديميه وقطاع البراعم دول اهم من الناشئين والفريق الاول. عايز اقول لحضرتك الخبراء اللي موجودين بره كلهم موجودين في قطاع في قطاع البراعم وقطاع الاكاديميات. يعني اللعيبه عندنا هنا بيبطل في مصر بنحطه في قطاع الاكاديميه او قطاع البراعم، فده ما بيعرفش ينتج لان هو ما عندوش خبرات لسه، ما عندوش خبرات تدريبيه. مش لازم ان هو كان لعيب سابق ان هو يبقى مدرب كويس. الامور بتختلف. فاحنا لازم هنا عندنا في مصر الاكاديميات دي لازم نهتم بيها اكتر من كده. احنا في مصر بصراحه زمانها الاكاديميات احنا كل حاجه العائد المادي اهم حاجه عند صاحب الاكاديميه او عند النادي. العائد المادي. طب ازاي الاسره تعرف ان هي تعرضت لعمليه نصب وتبتدي تلحق نفسها لو هي مدخله ابنها في اكاديميه والاكاديميه دي؟ لازم تتعامل مع منظومه مش مع اشخاص. احنا للاسف في مصر هي النصب بيجي التعامل مع اشخاص. مثلا فلان الفلاني عامل اكاديميه باسمه داخل بيها بيعلن عنها مثلا على صفحه على الفيسبوك على انستجرام على تويتر على اي حاجه من الحاجات دي كلها، بيشوف ولي الامر بيشوفها بيخش يكلمه ويرسله الكلام ده كله يقول له طب تعالى لي هلعب ابنك دوري هسوقه في الانديه الكبيره الكلام ده كله. في الاخر ياخد منه يطلب منه فلوس ياخد منه فلوس. في الاخر الولد طبعا ما بيروحش اي نادي ما بيتسواش صح ما فيش اي حاجه خالص، فولي الامر بيتنسب عليه. فلازم ولي الامر يتعامل مع منظومه ما يتعاملش مع اشخاص. لازم يتعامل مع منظومه ومنظومه رياضيه محترمه. على فكره في اكاديميات تبع الاشخاص، اكاديميات محترمه جدا اكاديميات كويسه جدا. دي برضو بنعرفها منين؟ بالتعامل برضو مع الاكاديميه نفسها. احنا مثلا بقدم ابني في اكاديميه لازم اقعد مع الناس واعرف هم طموحهم ايه في موضوع الاكاديميه، هيوصلوا ابني لفين، هيودوه فين، هيسوقوه هيدربوه بس يعني. فلازم اهم حاجه ولي الامر لازم يبقى واعي للقصه دي عشان ما يتنسبش عليه. دي اول نصيحه. طب يعني تجربتك بقى الشخصيه يعني كمدرب، هل انت يعني كنت بتلعب كوره لحد سن كام وبعد كده قررت ان انت تكون مدرب للناشئين لحراس المرمى؟ يعني برضو حابه ان احنا نتشارك معاك قصتك. انا اول حاجه بدات في نادي 6 اكتوبر. انا رحت اختبارات الزمالك قبل كده ويعني في اول ما بداته فقالوا لي لا لسه مستواك ما تاهلش. كان وقتها عندك كام سنه؟ كان وقتها عندي 9 سنين. 9 سنين. فقلت هبدا ايه يعني برضو دي من الحاجات، قلت هبدا في نادي صغير. فروحت لعبت في نادي 6 اكتوبر بدات فيه. بعد كده برضو تدرجت، بعد كده لعبت في نادي الشرقيه برضو السنه اللي بعديها. بعد كده لعبت في نادي الترسانه. بعد كده كان طموح ان انا اوصل عايز العب في نادي الزمالك. فالحمد لله بعد برضو ما لعبت في نادي الترسانه الحمد لله يعني ايه رحت اختبارات نادي الزمالك والحمد لله قبلت فيها. يعني عايز اقول لحضرتك في ناس كتيره جدا بتروح الاختبارات بتفشل في الاختبارات يقول لك لا خلاص انا مش هلعب. لا انت ممكن تبتدي في نادي صغير واحده واحده بالخطوات توصل اللي انت عاوزه. من خلال بقى تجربتك الشخصيه في العديد من النوادي والعديد من الاختبارات، الايرورز شفتها فين؟ يعني شفت السقطات فين او ايه اللي ناقص او كان المفروض يكون مثلا يطولوا بالهم عليك شويه في مرحله ما؟ ايه اللي شفته يعني ده برضو ده ممكن وتعلمته في نفسك يعني اللي هو خلاص بقى انا دلوقتي كمدرب اتعلمت من هذه الاخطاء اللي انا تعرضت لها اللي انا مش ماليش يد فيها ان انا اتجنبها مع اولادي اللي انا بدربهم. انا عايز اقول لحضرتك هو ممكن يبقى الـ يعني مثلا ضعف المستوى جاي مني من ناحيه انا. يعني ممكن كان مستواي في الفتره دي كان مستوى ضعيف فما قدرش ان انا اهني ان انا العب في نادي الزمالك في التوقيت ده. ممكن برضو ده راجع من المدرب برضو. عين المدرب دي اهم حاجه. المدرب لازم يبقى عينيه كويسه ويبص على اللاعب
بلاش ان هو بيلاقي لعيب في الملعب مثلا كويس يروح باصص عليه ويسيب الباقي. طب ما هو انت خلاص مثلا اخترت اللعيب ده، بتبص على لازم تبص على اللعيبه كلها ولازم تدي اكتر من فرصه. احنا ما ينفعش من اول يوم يا جماعه شكرا خلاص يعني خلاص مش عايزينكم في النادي، لا لازم تديهم اختبار وتاني وتالت، لان الولد لازم يتعرض لكذا اختبار عشان يبان مستواه من اول مره. عايز اقول لحضرتك ما فيش حد هيبان مستواه من اول مره، وممكن لعيب كويس بيبص عليه يلاقي لعيب كويس جدا وفي الاخر بعد فتره كبيره قوي يكتشف ان هو لا ما كانش لعيب كويس. طب اللي بيتعرض للوسائط في الاختيارات يعمل ايه؟ يعني في ناس بتبقى ملهاش واسطه وبتبص تلاقي بقى انه في حد بالوسائط اخذ مكان لا يستحقه. انا عايز اقول لحضرتك الموضوع ده برضو ان منتشر، خلينا نتكلم بقى في مصر برضو موضوع الواسطه والمحسوبيه وموضوع برضو في او لا امور بتدفع فلوس مبالغ كبيره جدا عشان ولادها تتايد سواء في انديه صغيره سواء في انديه كبيره. فالموضوع ده انا شايف حضرتك في مصر ملوش نهايه، يعني الموضوع في مصر ده ملوش نهايه. الواسطه دي موجوده في كل مكان، موجوده في كره القدم، موجوده في الطايره، في السله، في جميع في كل حاجه. خلينا نقول احنا مش في المدينه الفاضله، الواسطه في كل مكان في العالم، لكن خلينا نتكلم على انه تبقى الاستثناء مش القاعده. يعني أكيد. ما نلاقيش ان القاعده هي الواسطه والاستثناء يا حرام اللي قاعد بيعافر وبيحارب طواحين الهوا عشان يوصل. انا عايز اقول لحضرتك ما هو دي برضه راجعه للمنظومه الرياضيه اللي موجوده، يعني حسب النادي اللي هو موجود. النادي ده سياسته ايه؟ النادي ده سياسته هل دلوقتي هو عايز ينافس وعايز يطلع براعي وناشئين؟ لا، هل سياسته الاعضاء فقط اللي هو اهم حاجه عنده الاعضاء والكلام ده كله؟ سياسه النادي هي اللي بتحدد، هي بتحدد الواسطه هتبقى موجوده ولا مش موجوده. على فكره عايز اقول لحضرتك الواسطه يعني ممكن تبقى موجوده بس بنسب على صغيره. لا، احنا في مصر عندنا الواسطه بنسبه كبيره جدا، ممكن بتدي على يعني ناشئين كانوا يقدروا يبقى موجودين احسن من الموجودين دلوقتي كمان. طب بتنصح الاهل بايه في ظل هذه الظروف اللي حضرتك بتحكي عنها؟ انا عايز بنصح اللي عايزين ابنهم يبقوا بطل، ايه النصائح يعني اللي توجهها؟ اول حاجه يقعدوا مع ابنهم ويشوفوا الهدف بتاعه ايه ويحددوا الهدف بتاعه ويحاولوا يشاركوه ويحاولوا ان هم يعني يحطوا الهدف قدامهم زيه زيهم بالظبط، وحاولوا ان هم يتكلموا معاه كل شويه ويشجعوه. بلاش ان احنا نقعد نزعق لاولادنا مثلا لو غلط لو الكلام ده كله. برضو عايز برضو اقول حاجه برضو للمدربين، المدربين برضو في البراعم وفي الناشئين لازم نتعامل مع الاولاد بهدوء ولازم نوجههم عشان ما يكرهوش اللعبه ما يكرهوش الرياضه خالص. في مدربين بيتعامل مع اولاد بيخلي الولد بيكره الرياضه وبيكره كل حاجه، فلازم ولي الامر يقعد مع ابنه ويقعد يوجهه ويوجهه صح. بالنسبه للمدرب لازم المدرب ان انا ابص على الولد ده، بلاش الواسطه، بلاش المحسوبيه، بلاش ده ابن مين، بلاش الكلام ده كله. اهم حاجه عندي ان انا الولاد كلهم لازم زي اخواتي الصغيرين زي ابنائي زي الحاجات دي كلها. اهم حاجه ان انا ابص على هدف ان انا اسس لاعب، وان شاء الله باذن الله يعني في الفتره الجايه ان شاء الله انا بقول لحضرتك هتبقى في طفره كويسه جدا في كره القدم يعني باذن الله ان شاء الله. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكابتن احمد صلاح مدرب حراس مرمى ناشئي الزمالك، وصباحك صباح الورد. صباح الورد لحضرتك، وكان لي شرف موجود مع حضرتك. الشرف ليا، بشكرك. مشاهدينا نسيبكم مع فاصل ونرجع لكم مره تانية مع اصغر مصممه ازياء على ريد كاربت مهرجان الجونه، تابعونا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلنا تابعنا الهايب اللي حققه مهرجان الجونه في دورته الرابعه، وده مش جديد عليه، هو من اول نسخه ليه وهو يعني على مقاييس عالميه ومعمول على مقاييس عالميه ومتاسس صح. مهرجان الجونه احنا بنشوف يعني تقريبا الريد كاربت دي بتكون عرض ازياء حي، وبنقعد على مدار السبع ايام بتوع المهرجان كل يوم بتتبارى النجمات على الريد كاربت والنجوم على ان هم قد ايه يلبسوا حاجات ملفتة للنظر، تبتدي الصحافة ان هي تكتب ويلبسوا الحاجات الغريبة. ودايما الفاشن ترند بتتاخد من الريد كاربت على فكرة، يعني دي بتبقى حاجات مهمة محدش يعني يمكن الناس تقول لك ايه هما بيلبسوا حاجات عاملة كده ليه، شكلها غريب كده ليه. الريد كاربت في المهرجانات بالنسبة لمصممين الازياء هي فرصة ليهم ان هم يبتدوا يعرضوا ترند سيزون الجديد على النجوم. يمكن احنا اخترنا حاجة مختلفة جدا، العادي ان احنا بنشوف مصممين ازياء بيعملوا الفساتين الجراند سواري ريد كاربت للسيدات، ولكن احنا بنتكلم بقى النهاردة مع اصغر مصممة ازياء لبدلة رجالي على الريد كاربت ولفتت النظر جدا، وهي بدلة الفنان أحمد حاتم. وفي مفاجأة بقى هتعرفوها عن الشخصية دي، يعني خلفية في خلفيتها يعني هنعرف دلوقتي نتعرف عليها، وهي مارجو حنا. أهلا بيك يا مارجو. صباح الورد. عاملة إيه؟ يعني وإحنا عمالين نتكلم مع بعض قبل الهوا، لا أنت فاجئتيني بحاجات كتير قوي. أولها إن أنت مش دارسة تصميم الأزياء، يعني مش دارساها بالشكل التقليدي، لا في أكاديمي التحقتي بيها ولا درستيها بشكل أكاديمي. إزاي بقى الموضوع حصل بدأ معاكي؟ بصي، وانا في الجامعه
انا في العادي بحب قوي في الجامعه اللي هي دراستك ايه؟ بزنس. بزنس ايكونومكس. اوكي. بحب اللبس وبحب الفاشن قوي، بس كنت الموضوع بدا ان انا بنزل اعمل شوبينج مثلا فما الاقيش الحاجه اللي انا عايزاها، او ما احبش انزل مكان الاقي كل الناس لابسه زيي. فالموضوع بدا انه طب خلاص ليه انا ما اعملش لنفسي، فبقيت ماشيه كده. اي حاجه عندي فرح، عندي عيد ميلاد، عندي اي حاجه بقيت انا اصمم لنفسي. تصممي بمعنى ايه؟ ان انت بترسمي التصميم ولا بتطلعي تصميم وتجيبي قماش وتروحي لحد؟ لا، برسم تصميم. علمت، فتحت فيديوهات على اليوتيوب وعلمت نفسي الرسم وبرسم تصميمات وبجيب بعدين بنزل بقى انفذها. بجيب قماش ومعايا ترزيه بتشتغل، معايا ستاف بتاعي بيشتغلوا. بس ده كل ده ليك انت، انت اللي هو لبسك الشخصي، انت لحد كده كان لبسك الشخصي. لبسي الشخصي. طيب النقله بقى اللي حصلت، انه هو ده يعني انا ما اعرفش، هي شجاعه من احمد حاتم في الحقيقه، ان هو رايح على الريد كاربت في الجونه، واحنا عارفين يعني ايه ريد كاربت الجونه، وان بيبقى فيه يعني سباق من مش ملاحقه على مستوى الازياء ومصممين عالميين وموجودين. يعني احنا شايفين دلوقتي البدله اللي انت صممتيها لاحمد حاتم، يعني ازاي هو اتشجع انه يتعامل معاكي؟ انا مش قصدي حاجه، بس هي حاجه يعني عايزه شجاعه في الحقيقه وريسك. اتعرفتوا على بعض ازاي، وازاي اقنعتيه بان انت حد يعني بتصممي للبنات كمان وما درستيش ولسه مالكيش شغل في السوق بمعنى اللي هو يعني التجاري، واقنعتيه انك تعملي له البدله اللي هيحضر بيها المهرجان؟ احمد تعرفت عليه، كان في ما بيننا اصدقاء مشتركه. وصلت لاحمد وعرضت عليه كذا تصميم، عجبه التصميم ده. احمد هو بينقي اي تصميم بيختار زي اي حد يعني. هو انت في اللحظه دي كنت فصلتي او صممتي بدل رجالي قبل كده؟ لا كمان. طب لا، كلميني عن بقى الجرأة اللي عندك انت شخصيا، اللي هو انا داخله على نجم معروف وما صممتش بدل؟ لا ده انت مقطعه بطاقتك بقى زي ما بيقولوا يعني. انت عملتي كده ازاي يعني؟ ما هو برده دي مش حاجه سهله. بصي، انا طول الوقت حاسه ان ربنا معايا في حياتي عامه. يعني طول الوقت حاسه ان وانا بعمل حاجه، الحاجه بتاعتي فيري يونيك، الناس بتشوفها بطريقه مختلفه، فبحس انه ربنا معايا بطريقه ما في اي حاجه بعملها في حياتي. فعشان كده مش بتردد لحظه ان انا اكون جريئه في ان انا اعرض تصميم اكون واثقه منه. بس دي حاجه انت ما كنتيش مخططه لها يعني. مخططه يعني احكي لي عن اللحظه، اول احساس ليكي انك شفتي قدامك احمد حاتم، قابلتيه مثلا ثرو قاعده لاصحاب مشتركين، جات لك الفكره ازاي؟ يعني حسيتي ازاي انه طب ما احمد انا هعمل لك البدله بتاعه الجونه؟ او وبعدين انت عرضتي له تصميمات حريمي اكيد مش رجالي، صح؟ لا، تصميمات رجالي. بس انت ما عملتيش شغل رجالي قبل كده؟ بس كنت عامله كذا تصميم. انا بدات من شهر 6 اللي فات، كنت بدات اذاكر تصميمات رجالي. أوكي. عشان كان حلم من احلامي ان انا ادخل حد ريد كاربت جونه. يعني انت مقرره كمان؟ بس كنت شايفه ان ده حلم بعيد جدا. ولو هيتحقق هيبقى عشان ربنا قرر انه يكرمني، مش عشان انا استاهله. فالموضوع جه ان انا قعدت اعافر واحاول واذاكر تصميمات رجالي من شهر 6 اللي فات، وحلم من احلامي يعني، وكنت شايفاه حاجه بعيده يعني. بس ربنا قرر يفاجئني يقول لي انه الحلم ده ينفع يبقى حقيقه. شفتي احمد حاتم وعرضتي عليه التصميمات اللي انت كنت بترسميها، اللي هو هنقول ايه، مارجو كانت بترسم حلمها على السكتش، فورتي له في حاجات كنت مرسومه، وفي حاجات كنت بنعملها موكب اللي هي بتحاولي توري، لانه الرسمه مش بتطلعي قوي الدايمنشنز بتاعه القماشه او الالوان او الكفابريك، فمش كل حاجه بتبان في الرسمه. فبنعمل حاجه اسمها موكب بتجيبي حاجه موديل فوتوشوب وتركبي عليه التصميم بتاعك بالالوان بتاعتك بالباترن بتاعتك بكل حاجه، بحيث اي حد بيشوف الصوره يبقى قادر يشوفها اكنها دي هتبقى كده في الحقيقه، يتخيلها زي اللي بيعمل شوبينج اونلاين. بالظبط، ان هو شايف شكل الحاجه. بالظبط. وهو كان عارف ان انت ما عملتيش، انت كنت صريحه معايا يعني. كنت صريحه، وده اول تصميم ليا اعمله في حياتي. بس احمد شخصيه مشجعه جدا جدا جدا، واضح طبعا. انا مستغرباه يعني، هو لو كان معانا كنت عايز اساله يعني ايه، ازاي يعني حد جاي بيقول لك انا ما صممتش رجالي قبل كده بس رسمت رجالي قبل كده؟ ف يعني هو شخصيه مشجعه جدا. عرف انه ده كان واحد من احلامي،
انه وهو شاف احمد كمان وانا بختار له التصميم، انا بختار حاجه تليق على الايدنتيتي بتاعت احمد حاتم، يعني حاجه تليق على الشخصيه بتاعته. عملتي ايه بقى؟ يعني درستي الشخصيه بتاعته ازاي علشان بناء عليها تعملي التصميم اللي اولا طبعا فتحت كل صوره، بشوف الديزاينز اللي هو بيلبسها قد ايه حلوه. بس احمد طول الوقت كاجوال، يعني كاجوال على الانستغرام. بس انت لما هتعرضي له حاجه عشان اوبننج مش هتنفع تعرضي حاجه كاجوال اكيد، فانت بتفتح، ففتحت صوره عشان اعرف موده في اللبس عامل ازاي، او أكيد. ايه الديزاين اللي لما هقترحه على احمد حاتم هيفت عليه او هيقول هو ده انا. فدرست شخصيته شويه من خلال الاعمال الفنيه اللي هو عملها، من خلال صوره على الانستجرام بينزلها، ديزاينز اللي لبسها قبل كده. الدراسه دي اخذت منك وقت قد ايه؟ اخذت مني 3 اسابيع. 3 اسابيع انت قاعده مركزه مع كل الفنانين؟ تفاصيل كل الفنانين. فنانين كتير. لما عرفت انها قابل احمد حاتم قبلها ب3 ايام ركزت بقى مع احمد حاتم. يعني قبل ما تقابلي احمد ب3 ايام قعدتي تذاكري احمد حاتم في كل يعني يعني اللوكس بتاعته، سواء كاجوال او على الريد كاربت او غيره. بيتهيالي احمد حاتم دلوقتي يستحق منك رساله توجهها له من صباح الورد، بما انه يعني اول مشجع ليكي على الريد كاربت في مهرجان كبير زي مهرجان الجونه. طبعا يعني شكرا ان انت صدقت فيا وفي حلمي وقررت ان انت تكون جريء وتتحدى كل ال 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 يعني مش عارفه اقولها ازاي، كل المفروض انه احمد يدخل ببدله مثلا من براند جدا معروف، بس احمد قرر انه هيشجع بنت بسيطه ده حلمها ان هي تدخل على ريد كاربت بتصميم، فقرر انه ياخد الخطوه دي ويحقق الحلم ده. فإنسان قبل ما يكون فنان بصراحة، يعني طبعًا. أنا لما شفته وريت كاربت بدلة أنا عيطت، لأن أنا ما كنتش متخيلة أنه هو فعلا ممكن يلبسها. التصميم عجبه من أول مرة ولا تعبك شوية؟ يعني قاعد يقولك لا دي مش عجباني، لا أنا عايز كذا، كان طلباته كان متطلب ولا عجبه التصميم من أول مرة عملته له؟ عجبه، لأن احنا بصي اخترنا كل التفاصيل بتاعته قبل ما يتنفذ، فانا لاني دقيقه قوي في شغلي في حاجتي، فانا حريصه جدا انه حاجتي تطلع زي بالظبط التصميم بتاعي، يعني مش اصمم حاجه وانفذ حاجه تاني ففي التنفيذ يقول لا مش عجباني مثلا. بالعكس احمد لما عمل فيتنج للحاجه عجبته قوي. عجبته ما تعبكيش يعني؟ ما كانش زبون متعب زي ما بيقول؟ لا 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 كان جميل كمان. طيب احنا نرجع بقى لتصميماتك، يعني دي كانت تصميمات بقى انت كنت عاملاها اوريدي ده من قبل ما تتعاملي مع احمد حاتم وتنفذي له؟ لا ده عملته بعد ده كان بعد مهرجان الجونه. ايه بقى احكي لنا عن التصميمات دي، الحته عاملاها امتى بالسرعه دي؟ التصميمات دي انا كنت من بدري مقرره ان انا عايزه اعمل نيو كوليكشن ينفع للجو الخريفي اللي احنا داخلين عليه ده. الفستان ده استوحيت فكرته لما كنت في ألمانيا، ده فستان اسمه عندهم دراندل بيلبسوه في عندهم عيد كده في ألمانيا، البنات بتلبس ده بس بيبقوا مغيرين في شكله شوية، حاطين سكارف عليه من تحت وفوطة، حاجات شبه فوطة المطبخ، حاجات جريئة قوي. فأنا حورت فكرته لأنه يمشي عندنا ممكن ستينات لو غيرت حاجات بسيطة في التصميم، ونجح الحمد لله. انت اللي عامله بقى كل حاجه بما فيهم الشابو وكل حاجه. طب بس ده ممكن يتلبس يعني لاعمار ايه؟ يعني انت بتستهدفي البنات الشابات الصغيرين من اعمار كذا لكذا، ولا انت بالنسبه لك الاوبشنز مفتوحه يعني؟ لا الاوبشنز مفتوحه، انا بقدم كذا تصميم ينفع لكذا فئه عمريه. انا حتى كمان عملت تصميم المحجبات، اول أوكي. تصميم اعمله محجبات. ده اول تصميم ليكي محجبات؟ اول تصميم ليا محجبات. فانا بعمل حاجه لكل فئات المجتمع. بس طبعا انت لسه ما عملتيش بقى عرض ازياء خاص بيكي لسه. صح؟ بس بتحضري لده؟ الاول نفسي اسمي يكبر، يبقى معروف، يبقى محل ثقه بالنسبه للناس، مش بس حاجه شوي قوي الناس بس بتجيبها عشان تتصور بيها، بس تبقى لا حاجه تراستد من كل فئات المجتمع. وبعدها هنطلق. طيب خلينا نتكلم بقى عن انه انت بداتي كبيره، يعني مهرجان الجونه تعتقدي ان هو اختصر لك سنين من الكفاح، لانه طبعًا. انت حطيتي رجلك على مهرجان كبير ودي في البدايات، يعني ده اكيد هيغير في خطتك المستقبليه او اداكي فكره للمستقبل. بيمثلك ايه او الفرصه بتاعت مهرجان الجونه دي بتمثلك ايه؟ بتمثلي حلم
كان هياخد مجهود وتعب ودموع وسهر سنين. فكل ده بقرار من انه احمد قرر انه يبقى انسان مثلا. ومش بس احمد عشان هو مثلا متعاطف معايا عشان انا بنوته صغيره وده اول تصميم ليها، لا هو فعلا تصميم كان حلو على احمد، يعني احمد حاسس التصميم ده انا، يعني ده انا احمد حاتم، لانه برضو مهما كان متعاطف مع شخصيه او حلم برضو انا مش هطلع بحاجه على الريد كاربت انا مش مقتنعه بيها او مش حاساها، فاهمه؟ الديزاينز اللي احنا شايفينها لحد دلوقتي يعني فساتين كاجوال وسمارت كاجوال للبنات. بالظبط. هتتخصصي في الكاجوال طول الوقت ولا حابه بعد كده تتخصصي في ملابس الريد كاربت حريمي ورجالي؟ يعني ايه خطتك ولا كله هيكون متاح امامك؟ الكاجوال انا بدات بيه لانه كان هما دول صحابي، يعني هما دول صحابي اللي بيلبسوا من عندي وبيحبوا حاجتي بيطلبوها. دخلت احمد حاتم في الريد كاربت دي ما كنتش عامله حسابها خالص، كنت شايفاه فعلا حلم بعيد ومش مرتبه انه يحصل. فده خلاني برضو افكر انه اركز برضو مع ريد كاربت الوقت الجاي رجالي وحريمي، وان شاء الله اعمل حاجه. وهتوقفي بقى انتاج الكاجوال شويه؟ لا هكمل. هتكملي كله؟ هكمل. يعني الكاجوال والسواريهات ريد كاربت رجالي وحريمي وكاجوال رجالي برضو. كاجوال يعني رجالي. عايزه تكملي في ده برضو. مين بقى كان نموذج النجاح بالنسبه لك؟ يعني مصر متطوره جدا في مصممين الازياء بصراحه على مستوى الرجال والنساء، ووصلوا لمستويات عالميه كمان. كان مين حلمك كانك تبقي زيه او تحققي نفس النجاح سواء راجل او ست؟ بصي، هو الرول موديل ديزاينر بالنسبه لي هو جوفاني فيرزاتشي. فانا مش يعني حتى طموحي في احلامي مش على المستوى المحلي، يعني حتى الرول مودلز بتوعي مش شرط يكونوا عرب او مش شرط يكونوا ناس معروفين محليا. فهو دي قصه نجاح وكفاح طبعا. ذاكرتي فيرزاتشي، ذاكرتي كويس، يعني اعجبتي بقصه نجاحه؟ اعجبت بقصته ان هو يعني ميت بقاله كتير قوي، بس حد النهارده محقق نجاح. لا هو عمل امبراطوريه بلا شك طبعًا. يعني خلاص هتفضل موجوده طبعا. لكن خلينا بقى نتكلم على الريد كاربت في الجونه. ايه اكتر، ايه اللي شد انتباهك؟ يعني ايه الازياء اللي عجبتك؟ فساتين مين من النجمات وبدل مين من النجوم بقى بما انك ليكي عين للديزاينز؟ عجبني طبعا فستان دره. اخر حاجه اللي لبسته في الكلوزنج. عجبتني بدله خالد النبوي اللي دخل بيها الاوبننج. دول اكتر حاجتين علقوا معايا. دايما بنقول الموهبه بنثقلها بالدراسه. انت لحد دلوقتي ما درستيش بشكل اكاديمي موضوع الديزايننج، ناويه تكملي كده ولا بتفكري انك تدخلي اكاديمي وتدرسي؟ ناويه ان شاء الله اعمل الخطوه دي، بس عايزه اعملها بره مصر. يعني عايزه ابقى، لانه الموضوع تخطى الجوانب شويه المحليه، فعايزه اعملها بطريقه بروفيشنال اكتر، بافكار جديده، بطريقه تفكير جديده، على مستوى يعني اوسع انتشارا من الوطن العربي. فعشان كده هاخد الخطوه دي بره مصر. الخطوه دي هتبتدي تاخديها امتى؟ يعني اللي جاي اللي مارجو ايه بقى؟ يعني انت بتحضري ايه للي جاي؟ بتحضري ان انت تعملي كولكشن وتعرضيه كعرض ازياء في مصر، ولا ان انت تركزي اكتر بقى على المرحله بتاعت ان انا اسافر والتحق باكاديمي وادرس فيها؟ لا، الوقت اللي جاي بفكر اكبر اسمي، يعني مدي لنفسي سنه. انا حاطه لنفسي احلام عايزه احققها في السنه دي. ايه الاحلام؟ طب غششينا كده، يعني مش عايزين يعني حاجات بسيطه كده. ايه الاحلام اللي انت بتجهزيها للسنه؟ بجهز ان انا افتح اتيليه ليا. بجهز ان انا اعرض تصميمات ليا على عدد اكبر من الفنانين والنجوم. الحاجات دي تتلبس برضو في مهرجانات، في اعمال فنيه، اعمال دراميه. حلمي يعني جونه الجاي، جونه 2021، ابقى انا داخله على الريد كاربت كمارجو حنا. يعني انفست في نفسي وفي شخصيتي وفي اسمي السنه اللي جايه دي كلها.
وده حلم من احلامي الجونه اللي جاي ان انا. يعني انت حاطه لنفسك بلان في سنه هنشتغل واللي بعدها هتسافري بقى علشان الدراسه. يعني انت مقرره تعملي بالزبط. تعملي ده الديزاينز بقى الكاجوال الحلوه اللي احنا شفناها دي، لو حد عايزك تعملي له تصميم او عايز يشتري تصميم من ده ليكي صفحه على ليا صفحه اسمها مارجو حنا ديزاينز على الانستغرام. بيبعتوا دي ام وبيترد عليهم في اقل من ساعه. طب هايل هايل. مارجو انت نورتينا، انا شخصيا سعيده بيكي جدا 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 وفخوره ومبهوره في الحقيقه بالمنتاليتي دي، يعني بالمنتاليتي وبالطموح واهم من ده كله الايمان بانه ربنا هو اللي معايا، ربنا هو يعني هو ثقتك في ربنا. بطل قصتي. يعني حلو قوي، ربنا بطل قصتي. احييكي على الاستراتيجي دي، يعني احييكي على الفلسفه دي في الحياه، لان هو ده الصح مش كده؟ ده حقيقي. في اي رساله تحبي توجهيها في نهايه لقائنا؟ عايزة أقول لكل الناس اللي عندها تحدي مع أحلامها، شايفة أنه الحياة ما تستحقش والأحلام ما تستحقش، لا أنا عايزة أقول لكم أنه الحياة تستحق والأحلام تستحق، وعفروا وهتنجحوا وتفشلوا وهتعيطوا، وربنا مش هينسى التعب والدموع وكل حاجة، وهياخد حلمكم للنور بطريقة أو بأخرى، لأن هو حافظ وضامن كل حلم احنا حلمناه في يوم من الايام. مارجو حنا، يعني بحييكي واستمري في الروح دي وبشكرك ونورتينا والى الامام دائما، وصباحك صباح الورد. صباح الورد. مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا من صباح الورد، وان شاء الله بكره يتجدد اللقاء على شاشه قناه 10، تابعونا دائما.